أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، أسعدتم أوقاتا من جديد. حلقة كالمعتاد تأتي حضراتكم من الحقيقة، نسلط خلالها الضوء على جديد وآخر التطورات ونناقش مجموعة من الأخبار والملفات التي كانت جزءا من اهتمامات حضراتكم على مدار الساعات الماضية، وخصوصا ما أعلن من قبل وزارة الداخلية اليوم بالتمكن من قتل 3 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، في رسالة على أن القصاص الحاسم والسريع سيكون حاضرا في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بسلامة أي مصري. هذا سيكون موضوع نقاشنا الرئيسي في حلقة هذا اليوم، ولكن كالمعتاد البداية ستكون بتطورات مرتبطة بأبرز الأخبار على ساحتنا والتطورات الإقليمية من حولنا. البداية ستكون بالملف الأهم والأبرز، تطورات سد النهضة الإثيوبي. كما تعلمون يقوم وزير الخارجية سامح شكري بجولة إفريقية بدأت بالأمس بالعاصمة الكينية نيروبي ثم إلى جزر القمر، وتشمل كذلك هذه الجولة الكونغو الديمقراطية والسنغال تونس وجنوب إفريقيا لإطلاع هذه الدول على حقيقة وتطورات ومسار الوضع التفاوضي حول ملف سد النهضة. كان وزير الخارجية سامح شكري قد سلم رسالتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس كينيا أوهورو كينياتا ورئيس جزر القمر غزالي عثمان. السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق تنضم إلينا عبر الهاتف. سعادة السفيرة، كينيا فجزر القمر جنوب إفريقيا الكونغو الديمقراطية السنغال وتونس عليهم أن يطلعوا بما يجري في المسار التفاوضي لسد النهضة، ما المشترك أو القاسم المشترك بين هذه الدول حتى تعنى مصر بإطلاعها في هذه المرحلة؟ مساء الخير، أهلا وسهلا، العام وأنتم بخير. حضرتك بخير. القاسم المشترك هو أن كل هذه الدول هي الدول الأعضاء في مكتب الاتحاد الأفريقي، مكتب الاتحاد الأفريقي الذي بيتم اختيار الدول بشكل جغرافي، دولة ممثلة عن كل منطقة جغرافية، وبالتالي جاءت كونغو ديمقراطية رئيسة للاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، 2 من نواب الرئيس، والدولة جنوب أفريقيا هي المقرر، والدول الأخرى أيضا نواب عن المناطق الجغرافية. فالجولة الهدف منها إطلاع مكتب الاتحاد الأفريقي الذي يدير كافة الأمور في الاتحاد على مجريات وتطورات موضوع مفاوضات سد النهضة. الاتحاد الافريقي نفسه سعاده السفيره كان حاضرا في مسارات تفاوضيه عده منذ ان اظهرت مصر القدر الاكبر من حسن النوايا والانخراط في مفاوضات تستهدف الوصول الى صيغه قانونيه ملزمه لملء وتشغيل السد، كانت حاضره وصولا حتى الى مفاوضات كينشاسا وجوله كينشاسا الاخيره كان الاتحاد الافريقي ممثلا فيها. ما الذي يمكن ان يسهم فيه الاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي كما اشرت حضرتك او الدول الافريقيه فرادى حتى لدفع هذا المسار التفاوضي والوصول الى صيغه ملزمه؟ يعني أهم شيء بالنسبة لهذه الجولة أو ما يسهم به مكتب الاتحاد الأفريقي هو إطلاع أعضائه على حقيقة الموقف، لأن البيانات التي تصدر عن الجانب الإثيوبي بيانات مضللة وكلها تدعي فيها أنها حريصة على المصلحة العامة وعلى تحقيق مصالح كافة الأطراف وأنه لا ضرر سيلحق بأي من مصر أو السودان، وبالتالي هذه الزيارات من شأنها إطلاع الدول على حقيقة الأمر. ده من شأنه طبعا أنه يخلق رأي عام أفريقي موالي نوعا ما للحق المصري والسوداني بالنسبة لموضوع سد النهضة، بعد أن كان في الفترة يعني في فترة ما كان هناك غياب عن إطلاع هذه الدول على حقيقة ما يجري، وكان هناك اعتقاد بأن مصر على الأقل دولة متجنية وتريد الاستئثار بالمياه مياه النهر وأن لديها نهضة ويعني لا تريد لباقي الدول أن تحدث هناك نهضة مماثلة. فالآن يتبين الحق ويتبين أنه هذا غير صحيح وأنها دعاءات من الجانب الإثيوبي، وأنه مصر عرضت يعني السيناريوهات المتعددة منها في الجولة الأخيرة جولة كينشاسا التي ذكرتها حضرتك الآن حوالي 15 سيناريو صحيح تم تقديمها للجانب الأثيوبي. طب يعني حضرتك أتيت والله على النقطة اللي كنت سأسأل حضرتك فيها مباشرة، والزملاء بالمناسبة يعرضوا لبعض هذه اللقطات لمفاوضات كينشاسا الأخيرة، والسيدة مريم الصادق المهدي في حديث جانبي أيضا مع بعض المسؤولين ومن بينهم السيد سامح شكري وزير الخارجية، كل الحلول
التي قدمتها مصر سدا للذرائع وغلقا لكل الأبواب التي يمكن أن تفتح للتعنت أو لمحاولة التنصل من التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو بالأطر المنظمة للتعامل على الأنهار العابرة للدول، مصر قدمتها، ماذا يمكن أن يصنع الأفارقة، يصنع الاتحاد الأفريقي أو الدول الأفريقية لمحاولة ترجمة هذه الحلول المقدمة من مصر والسودان؟ هو مصر وضعت استراتيجية واضحة المعالم، احنا لم ننطلق فقط الى دول الاتحاد الافريقي، ولكن حضرتك تتذكر انه كانت هناك مكالمة ما بين السيد الوزير سامح شكري وسكرتير عام الامم المتحدة، ونحن نتحدث عن عرض الموضوع على سواء على الجمعية العامة للامم المتحدة او على مجلس الامن في مرحلة لاحقة، خلق رأي عام دولي من الدول. يعني أنا لما أوصل للأمم المتحدة وأنا معي سند أفريقي، الدول الأفريقية حوالي 54 دولة، قوة كبيرة جدا، قوة تصويتية كبيرة، فلما أصل وأنا في ظهري وسندي هذه الدول الأفريقية أضمن أن أنا أخذ قرار دولي مؤيد لمصر. وطبعا حضرتك برضو هناك اتصالات أخرى بتجري على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الآسيوي، إحنا الاتصالات الدولية في هذا الصدد تم تكثيفها خلال الفترة القليلة الماضية في يعني منحى جديد ننتهجه بعد ما تبين أن المفاوضات بشكلها الحالي لن تؤدي إلى شيء، فمزيد من الضغط قد يحلحل الموقف وقد يؤدي إلى تخلي إثيوبيا نوعا ما عن موقفها المتعنت. يعني هي لن تستطيع أن تقف أمام كل العالم بهذا الموقف. سعادة السفيرة، السودان قدم مقترح مرتبط بتوسيع مسار الوساطة أو دائرة التفاوض لتصبح رباعية للوساطة، جزء منها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة. عندما تذهب مصر لطرق كل هذه الأبواب مجتمعة، هل هي تستهدف صيغة من هذه الرباعية التي رفضتها إثيوبيا أيضا على غير سند معقول أو مقبول، ولا أحد هذه المسارات منفردا يمكن أن يحدث الاختراق المأمول لثني إثيوبيا عن المسار المتعنت الذي تسلكه؟ نحن كنا نتمنى أن يحدث أحد هذه المسارات، سواء كان مسار الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلنا في يعني مجرى المفاوضات فيها إلى المدى الأخير الذي وصل إلى حد التوقيع على الاتفاق واتفاق كل الأطراف عليه، ثم غابت إثيوبيا أو تغيبت بشكل مفاجئ عنه، وكما سعينا أن هو يكون أيضا دور للاتحاد الأفريقي خلال فترة الرئيس الجنوب أفريقي راماپوزا، وعقدت أكثر من جولة والرئيس راماپوزا نفسه أجرى عدد من الاتصالات الثنائية بينه وبين القادة الأثيوبيين ومع الزعماء المصريين والسودانيين في محاولة لإيجاد حل، ولكن تبين أنه يعني المجرى الفردي للضغط ما هوش مؤدي إلى نتيجة إيجابية. وكما حضرتك ذكرت، الاقتراح السوداني باللجوء إلى الرباعية الدولية لم يجد صدى إيجابي لدى الإخوة في إثيوبيا، وبالتالي هناك محاولة للتحايل على كل هذه الأوضاع باللجوء إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع الدولي ككل من خلال التجمعات الإقليمية اللي موجودة، سواء الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الآسيوية، الدول العربية طبعا من خلال جامعة الدول العربية. تم التحرك على كل هذه المحاور في نفس التوقيت لخلق ما كان ممكن أن يؤدي إليه وجود الرباعية الدولية في خلال أي جولة من جولات التفاوض. سعادة السفيرة، زعماء دول أفارقة كثر وفدوا إلى القاهرة، ومن داخل قصر الاتحادية أعلنوا مواقف داعمة للحقوق المنصفة المرتبطة بحقوق الدول الثلاث المائية كما هو متعارف عليها أو كما تبتغيها منطق العدالة، كما يبتغيها منطق العدالة. الإدارة الأمريكية كما هو معلوم، وحضرتك أشرت إلى مسار واشنطن الذي وصلنا فيه إلى اتفاق قبل أن تتغيب إثيوبيا متعمدة عن الحضور للتوقيع على هذا الاتفاق. الدول العربية لها مواقف معلنة تقريبا بأكملها أو الشطر الأعظم منها يساند الحفاظ على الحقوق المائية للدول الثلاث. أين هي الخطوة التي سيتعين من بعد ذلك أن
ترفض معها الخطوات أحادية الجانب التي يخشى المجتمع الدولي بأكمله أن تقدم إثيوبيا عليها؟ لا معلش، ممكن حضرتك تعيد الخطوة أو المسار إذا كان هناك قدر كبير من التكامل بين كل الأطراف في تأييد الحفاظ على الحقوق المائية للدول الثلاث، ما هي الخطوة التي سيتعين على المجتمع الدولي أن يقف للحيلولة دون اتخاذ موقف أحادي الجانب من إثيوبيا؟ هو ضروري أنه يتم اتخاذ قرار جماعي من خلال منظمة الأمم المتحدة، وهي الآلية المكلفة بحفظ السلم والأمن في العالم أجمع، وده هيكون الخطوة القادمة اللي ممكن أنه تلجأ إليها كل من مصر والسودان، وقد يصل الأمر إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن من خلال الميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع هناك مجموعة من العقوبات التي يتم فرضها على أي دولة تحاول خرق السلم والأمن أو تؤدي إلى إحداث مشاكل وقلاقل في أي منطقة من مناطق العالم. العقوبات دي ممكن تؤثر تأثيرا سلبيا شديد السلبية على إثيوبيا، وخاصة من الناحية الاقتصادية وكمان من الناحية السياسية، ولا ننسى أنها دولة يعني يقع تستضيف الاتحاد الأفريقي، ودولة لديها أيضا منظمة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا للأمم المتحدة، وعدد من التنظيمات والمنظمات الدولية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر العقوبات عليها ويكون هناك تأثير شديد السلبي. مع ما يحدث على الأراضي الإثيوبية حاليا من مشاكل داخلية والمشاكل التي تحيط بها من كل جانب، وهذا مسار قد يبدو منفصل نوعا ما عن المسار الخاص بالإطار التفاوضي لسد النهضة، السفيرة منى عمر مساعد، ولكن كلها عوامل مؤثرة صحيح بالنسبة لقوة الدولة التي تقوم بعملية التفاوض. شكرا جزيلا لحضرتك السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق، منضمة إلينا عبر الهاتف معلقة على الجولة الإفريقية التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، ناقلا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء هذه الدول. اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد التقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، وعلى الدوام هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من خطوات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك، أبرز المخرجات التي انتهيتم في هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوصها. مساء الخير أستاذ أحمد، على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة شهر رمضان المعاصر. هو الحقيقة اللقاء كان في إطار المتابعة الدؤوبة لدولة رئيس الوزراء لعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. طبعا التكليفات اللي صدرت من فخامة رئيس الجمهورية للهيئة تكليفات كتيرة متضمنة موضوع التحول الرقمي، ربط قواعد بيانات الدولة ببعضها البعض عشان نسهل على المواطنين تحديث الخدمات بشكل دائم ومستمر. ففي هذا الإطار يعني كان لقاء النهاردة اللي اتشرفت به مع دولة رئيس الوزراء، كنا بنعرض الملفات ملف ايه الاجراءات اللي خدناها في هذا الملف لغايه اللحظه اللي احنا موجودين فيها، وطالبين دعم سيادته في انهي موضوعات، بحيث ان الخطه اللي موضوعه ان شاء الله خلال سنتين تتحول الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي الى هيئه رقميه. المواطن يتعامل مع الهيئه من خلال المنصه الالكترونيه للهيئه أو من خلال تطبيقات الموبايل أبليكيشن، من عن طريق موبايله يقدر ياخد كل الخدمات اللي بتقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. طبعا ده جهد ضخم وعملية البناء عملية صعبة وبتقابلنا صعوبات، فكان اللقاء في إطار تذليل هذه الصعوبات وتدخل دولة رئيس الوزراء لتسييل الملفات بشكل أسهل. الربط الإلكتروني الحاصل بين الهيئة أو الربط الموحد بين الهيئة وبين مجموعة من الهيئات الأخرى التي قد تكون متصلة أو شريكة في الخدمات المقدمة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين بعض الهيئات أو الجهات أو الوزارات الأخرى، إلى أين انتهيتم فيه؟
احنا شغالين في مسألة الربط مع كل الجهات ذات الارتباط بالهيئة، وهدي لحضرتك مثال يا استاذ احمد. أفضل. على سبيل المثال مثلا الإدارة العامة للمرور، احنا عندنا حوالي 1,000,000 سيارة عليها مؤمن عليهم سائقين، حوالي 1,000,001. 1,000,001 دول عشان يجددوا الرخصة بتاعتهم لازم يجوا للتأمينات ياخد جواب يسدد الاشتراكات بتاعه التامينات بتاعته، وياخد جواب من عندي ويروح بيه على اداره المرور علشان يجددوا له الرخصه. لو احنا حققنا الربط مع اداره المرور هيقدر المواطن هنكنسل خالص المشوار بتاع التامينات، ويقدر لما احط البيانات بتاعتي او قواعد البيانات بتاعتي تتاح للاداره العامه للمرور من ضمن اجراءات تجديد الرخصه يسدد الاشتراكات بتاعتي وهو في المرور، ويبقى وفرت عليه المشوار بتاع التعامل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. فإحنا بصين للموضوع إزاي نرفع المعاناة عن المواطنين، وإنه ما يضطرش عشان يتعامل مع جهة حكومية يلف على جهتين ثلاثة تانيين يجيب منهم ورق. لا، إحنا نتبادل، إحنا كجهات حكومية نتبادل البيانات حيث أن المواطن ياخد خدمته. الأمر بس مرتبط بقاعدة بيانات مشتركة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة أو الجهة المقابلة، ولا سيكون مرتبط بتفاصيل خاصة بالبنية التحتية التكنولوجية في الهيئة عندكم وعند الجهات الأخرى؟ يعني إحنا بنستغل اللي قامت بيه وزارة الاتصالات خلال الفترة اللي فاتت، وفي جهد كبير بذلته الدولة في مجال الاتصالات وربط قواعد البيانات. فإحنا عندنا بوابة مصر الرقمية دي موجودة بالفعل دلوقتي، فإحنا بنشتغل إن إحنا إزاي نقدر نربط بياناتنا ببيانات الإدارة العامة للمرور من خلال بوابة مصر الإلكترونية. فكبنية تحتية، بنية تحتية جاهزة ومؤهلة. اللي مش مؤهل لسه برامج الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرور، إزاي هنشوف بعض، إيه المفتاح الرئيسي اللي يربط قواعد البيانات عندي وعنده. يعني دي تفصيلات فنية مش عايز أخوض فيها علشان ما نتوهش المشاهد معانا، لكن الملفات محطوطة قدام مننا، عارفين كل الجهات اللي مطلوب الربط معاها زي الإدارة العامة للمرور، زي الأحوال المدنية، بدل ما بتيجي بنت عايزة تقدم على معاش والدها، نعم، أو لا هاتي قسيمة الزواج، هاتي قسيمة الطلاق، هاتي ما. لا، أنا لو شايف قاضي بيانات الأحوال المدنية هوفر على المواطن استخراج شهادات حكومية عشان يقدمها لي. طب سيادة الوزير، معلش، أنا يعني وحضرتك في معرض الشرح يعني قفز إلى ذهني الافتتاح اللي تابعناه جميعا لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية اللي افتتحه الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة قبل أيام. هل حضراتكم معنيين بأي شكل بهذه الإصدارات أو المستندات الصادرة عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؟ بالتأكيد يا فندم، وفي تواصل حاصل على موضوع الوثائق المؤمنة. لكن على كل حال احنا عايزين نقول ان احنا بندور ازاي نربط قواعد البيانات بتاعه الدوله فيما يخص التامين الاجتماعي بحيث ارفع المعاناه عن المواطن في التعامل معاه. ده كان جانب من الاجتماع، والحمد لله التطور ماشي في الموضوع ده. اطمن حضرتك احنا قاطعين فيه خطوات وان شاء الله ننتهي منه باسرع وقت. موضوع تاني كان موضوع اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات. نعم. ناقشنا الموضوع وإن شاء الله اللائحة تصدر في أسرع وقت ممكن. فكانت متابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء للملفات بتاعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بناء على التكليفات اللي صادرة من السيد رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منضما إلينا عبر الهاتف. أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. على مدار الأيام الماضية حالة كانت واضحة من التفاعل بين المواطنين ومشاهدي الأعمال الدرامية تحديدا التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مقدمة هذه الأعمال، بالطبع مسلسل الاختيار 2 الذي تصدر اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. الشركة المتحدة كانت حريصة وعلى مدار أعمالها لإنتاج نوعية جديدة تعيد مرة أخرى الثقة إلى المواطن في المنتج الفني والدرامي المقدم من البيئة الفنية المصرية.
عبر الهاتف ينضم الينا الناقد الفني الاستاذ خالد محمود. استاذ خالد اهلا وسهلا بحضرتك، ما الصبغه الجديده او الاطار الجديد الذي وضع بشان الاعمال الدراميه والمنتجه خصيصا فيما يخص بعض الاحداث التاريخيه الحديثه نسبيا التي تابعناها وعصرناها؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. اولا انا يعني بهني نفسي وبهني كل الجمهور بهذه الباقه الرائعه من الدراما اللي بتقدم هذا العام. يعني عاوز اقول انه هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا التميز يعني بيصبغ الشاشه الدراميه بروح مختلفه يلتف حولها الجمهور ويلتف حول نجومه كمان. هذا العام الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في الحقيقه يعني كانت حريصه على هذا التنوع وانها تعطي هذه الجرعه بدايه من الملاحم الوطنيه باختلاف وجوهها وتعدد افكارها في ثلاث مسلسلات زي الاختيار 2 وهجمه مرتده وحتى القاهره كامل. اعتقد انه مثل هذه الاعمال بتلعب دور محوري في فكر المتلقي وفكر المشاهد وايضا فكر الجمهور العادي تجاه الاحداث اللي ربما عاصرها وربما لم يعاصرها بشكل يعني مباشر. التوثيق اللي شفناه مثلا في الاختيار ده توثيق للتاريخ. يعني انا شايف انه عاوزين نعمل حتى بعد اذن حضرتك على مدار حلقات نقطع مشهد مشهد في الحلقه الخامسه ونحلل هذا المشهد وكيف كان قادة الجماعات الإرهابية يفكرون داخل مثلا رابعة العدوية وإزاي الأكثر تأثيرا بالنسبة لنا من مشهد رابعة في الحقيقة الأفكار التامة تجاه الكنائس والمساجد وأقسام الشرطة. يعني قد إيه الناس تفاعلت مع ما حدث في قسم كرداسة وأقسام أخرى كثيرة من هذا الفكر التام. المشهد الذي لا ينسى لهذه المرأة التي لا دين لها اللي هي أعطت الضابط اللي كان نفسه يشرب مية أو الجندي أعطته مادة كاوية لأي مدى. أستاذ خالد، الأمر مرتبط بالحدث نفسه عندما يقدم في سياق عمل فني أو درامي ولا مرتبط بجودة النص كما يقولون ولا بمستوى التقنيات المستخدمة في إخراج هذا العمل على مستوى الإخراج التلفزيوني؟ أي العوامل ربما كانت صاحبة اليد الطولة لخروج العمل، أي عمل من الأعمال اللي حضرتك أشرت إليها بهذا المستوى؟ أنا سعيد بسؤالك جدا لأن تقريبا كل العوامل دي مجتمعة. يعني أنت في النهاية بتقدم عمل فني، عمل درامي، يعني بتخاطب الوجدان وبتخاطب الفكر. وهنا كان قوة السيناريو وقوة الحوار وذكاء اختيار اللقطات والمشاهد. أيضا عاوز أضيف لك أنه وجود نجمين زي كريم عبد العزيز وأحمد مكي لحد ما سهلوا المأمورية الدرامية والجماهيرية لهذا العمل اللي بيقدم لحظات تاريخية هامة ربما الناس كانت متابعة لكن لم تدرك ماذا يحدث بالداخل. هذا التوثيق يعني الذي تم دمجه بالدراما يعني يسري العمل الفني. ايضا يعني بيتر ميمي برضو بص في لقطه دراميه في الحلقه دي لن تنسى واعتقد انها من وجهه نظري ستظل كثيرا في وجدان الناس قبل ان تنغمس في اي فكر متطرف. اللقطه اللي فيها يغوا فيها راجل بسيط جدا انه يخش يدافع عن الاسلام والى اخره وبيمسكوه طبنجه ومراته بتقول له اللي قال لك كده سابك ومشي. يعني اللقطه دي تبين قد ايه انا ببث في عقلك افكار ثم اتركك في النار واسيبك وامشي. اعتقد انه الروح الدراميه من هذا المشهد بتكمل الصوره اللي حضرتك تقصدها. هنا الوعي الفني في تقديم مثل هذه اللقطات وايضا اللقطه الرائعه بتاعت النجم اشرف عبد الباقي اللي هو بسد مأموك اسم كرداسه برضو كانت يعني اللحظه ربما اللي حضرتك كنت بتتحدث فيها الزملاء بيعرضوا لبعض اللقطات كان الفنان اشرف عبد الباقي لحظه مروره في الاشاره لحظه مهمه جدا. صحيح. اولا اختيار اشرف عبد الباقي وحواره وجمله وقد ايه بسالته في الدفاع عن هذا القسم وقد ايه هو مدرك انه خلاص انه يعني ايه
تلك الهجمة الظلامية آتية عليه. لكن مثل هذه المشاهد أعتقد أنها أعادت التفكير وحركت وجدان كثير من المتلقين. وهنا يأتي دور الدراما الواعي. احنا محتاجين نحلل هذا الحدث دراميا على مراحل بهدوء، لانه وازاي يعني انا عمري ما شفت. اولا انا بحيي نجم الكريم عبد العزيز جدا على اداء دور ضابط الامن الوطني، في الحقيقه يعني دور يحسب في التاريخ. طيب استاذ خالد، انا اسف، انا لم يعد امامي وقت، وانا يعني ساشير لحضرتك ايضا باشاره كنا قد تطرقنا اليها مع حضرتك فيما يخص توجيه الرئيس السيسي وهو يكرم صناع مسلسل الاختيار في الموسم الرمضاني السابق في احدى ندوات التثقيفيه في مركز مصر، وهو يقول نحن نريد اعمال بهذا المستوى دون مبالغه ودون تجميل للواقع او زياده تهويل ما جرى، ونريد الواقع كما هو ان يجسد. الى اي مدى وفق صناع الاعمال في هذا الموسم الرمضاني في تقديم هذه الصوره؟ اعتقد انه الرئيس السيسي يعني قال توجه رساله مهمه جدا للوسط الفني وللمبدعين، وفعلا الاعمال اللي بتحاكي الواقع هي الاعمال الاكثر مصداقيه. صحيح. والاكثر توثيقا لمجريات الشارع والفكر وكل شيء بالنسبه للمواطن. هو في اكثر من واقعيه ما جاء في الاختيار، هو في اكثر من واقعيه شباب اللي همهم على قلب الوطن زي ما جوهم في هجمه مرتده مع احمد عز ورفقائه. عاوزين كمان نشوف ازاي هذا السيناريو الرائع اللي قدم في القاهره كابل والمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، وكيف جبنا هذا الفكر المتطرف لامير الجماعه اللي قدمه طارق لطفي. نعم. وهذا التوازن اللي معمول جوه العمل، علشان انت كمان تقدر تحس طول الوقت، انت حاسس ان في شيء غلط في هذه الشخصيه، طول الوقت انت حاسس انه الوطن هو اللي اهم، وانه هذه الشخصيات امبارح في الحلقه بتاع امبارح وانا اسف الاطاله، اتفضل فتحي عبد الوهاب وهو بيجاوب على حوار رائع جدا بينه اللي هو بيمثل الاعلامي. نعم. بينه وبين طارق لطفي وهو بيقول له انت مؤمن برسالتي؟ بيرد عليه فتحي عبد الوهاب بيقول له انت عايش في حلم غير قابل، يعني 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 عاوز اقول لك ايه، انه كويس قوي انه وصل لمن يتلقون مثل هذه الرسائل ان دي مجرد احلام واهيه. نعم. واحلام وهميه ولا تعرف غير لغه الدم. وحتى خلق المساحات النقاشيه الجانبيه كما تتطرق حضرتك كثيرا لبعض الجمل الحواريه اللي كانت في بعض الاعمال الدراميه والمسلسلات من بينها القاهره كابل كما تعرضت اليه حضرتك، هو من بين ما يمكن ان ينظر اليه بعين الاعتبار والاهميه ان العمل لا ينظر اليه فقط كسياق درامي منفصل عن الواقع، وانما حتى خلق الحالات النقاشيه الجانبيه في اعقاب كل حلقه وربما كل مشهد في بعض الاوقات. الاستاذ خالد محمود الناقد الفني منضم الينا عبر الهاتف، اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا. لازلنا مع حضراتكم في اطار هذه الحلقه من الحقيقه، فاصل قصير نعود من بعدها لنبدا نقاشا حول قضيه رئيسيه في هذا اليوم، وهو عوده حق المواطن المصري الذي قتل نبيل حبشي. سنحاول التعرف على ما اورده بيان وزاره الداخليه الصادر صباح هذا اليوم بقراءه تفصيليه، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا بشأن قيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لهذا السد. وفي ضوء ما نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب إيضاح النقاط التالية. الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة أو ما تعرف بالبوتوم أوتلت وعددها فتحتان قادرتان على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح، إذ أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يوميا لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلن من الجانب الإثيوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان الذي يبدأ شهر يوليو المقبل، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس،
حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بثلاثة مليارات متر مكعب شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متراً، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط. الوضع سيكون أكثر سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة. جدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل الكلفة الزائدة ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف. ادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية، وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء. كان من المفترض أن يقوم الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر بعدد 2 توربينة، إلا أن الجانب الإثيوبي أيضا قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، الأمر الذي يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليست لأي أسباب فنية. مخارج التوربينات 13 غير جاهزة للتشغيل حاليا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي أمر مناف للحقيقة وغير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، لكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني بالرغم من عدم جاهزية السد أصلاً للتوليد الكهربائي المخطط له. أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية فهو أيضاً ادعاء غير صحيح، لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة. يذكر البيان أمثلة لذلك بأن التغييرات في السد المساعد وتغيير مستوى فتحات التوربينات وإزالة 3 مخارج للتوربينات بعد تركيبهم، فضلاً عن تخفيض أعداد التوربينات من 16 توربيناً إلى 13 توربيناً وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، مع عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، يثير شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة. من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة المشار إليها بتوربينتين، وذلك في حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، مما سيؤثر وبصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب. وإذ يؤكد البيان على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدار السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، يؤكد البيان أيضا على أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد إنما هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع عبر اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم. كنا قد أشرنا في مستهل هذه الحلقة بأننا سنطرح للنقاش في حلقة هذا اليوم التعامل السريع والحاسم الذي أظهرته الدولة وأجهزتها لتقتص من العناصر الإرهابية التي كانت ضالعة في قتل المواطن نبيل حبشي. أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين إرهابيين متورطين في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، مع تعقب وتحديد هوية 3 من العناصر الإرهابية الأخرى التي تعمل الأجهزة المعنية بملاحقتها، التي كانت تستهدف عناصر القوات المسلحة وتخطط لاستهدافها واستهداف مقار الشرطة ومقدرات الدولة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد. على الهواء مباشرة ينضم إلينا اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي المعطيات الفنية والمعلوماتية التي تتيح لأجهزة وزارة الداخلية التعامل الحاسم والمبكر في أقل من 24 ساعة تحديد هويات هؤلاء؟ مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. وأود أن أوضح لسيادتكم أن الأجهزة الأمنية بفضل الله تعالى تعافت جيدا جدا، وأصبحت جميع مأمورياتها مأموريات استباقية
عندما يتم تحديد تأتي المعلومة وتحديد عناصر المعلومة يتم التعامل فورا وعلى وجه القوة التعامل مع تلك العناصر الإرهابية للحد من أنشطة نشاطها. وبالتالي أوضح لحضرتك أن إحنا عندنا حاليا ما تجهز أي معلومات بتجهز معلومات فنية نتيجة قيام السادة الضباط الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المساعدة في تحديد تلك العناصر بيتم تجهيز المأموريات على وجه السرعة والمواجهة الأمنية السريعة الحادة بعد أخذ الإجراءات القانونية لتلك العمليات. سيادة اللواء، هو عند التعامل يعني يبدو أن هناك مشكلة في إتمام الاتصال، لكننا سنحاول العودة من جديد إلى اللواء أسامة الطويل. هذه الصور التي كانت قد أرفقت بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية وفيه جرى الإعلان عن مقتل عنصرين إرهابيين من العناصر التي كانت ضالعة في واقعة قتل المواطن المصري نبيل حبشي، مع الإشارة كذلك إلى تحديد هويات ثلاثة من تلك العناصر سيتم العمل لتعقبها وضبطها مع اتخاذ الإجراءات القانونية. اللواء أسامة الطويل عاد إلينا من جديد على الهواء مباشرة. سيادة اللواء، من الناحية الفنية التقنية، كيف تعمل الأجهزة مع مقطع مصور أو مجموعة صور لأشخاص ملثمين غير واضحي معالم الوجه في مكان لا يبدو واضح كذلك، ثم تتعامل مباشرة لتحديد المكان وتحديد كذلك هويات الأشخاص الضالعين أو الظاهرين في هذا الفيديو؟ أولا شكرا على التوضيح اللي سيادتك أوضحته. أود أن أوضح وأشير إلى أن ضباطنا مدربين تدريب كامل دلوقتي بكافة التعامل مع تلك العناصر أيا كان عوامل التمويه اللي هم بيتخذوها، ولأن طبعا العمليات الرصد اللي تقوم بها تلك الأجهزة تتوقع يعني تقوم باستخدام تقنيات فنية عالية بالإضافة إلى قوة المعلومة ودراسة الاستراتيجية التي تتواجد بها تلك العناصر. فالقوة فينا أن احنا بنحدد العناصر وكيفية التعامل معها برغم شراستها، لدينا من الضباط والقوات الكافية للحد من تلك الخطورة بالتعامل المباشر مع تلك العناصر أيا كانت خطورة تلك العناصر. ويعتبر نجاح أمني من السادة الضباط تحديد تلك العناصر مهما كانت خطورتها والتعامل معها بشدة وفقا للإجراءات القانونية في هذا المضمار. سيادة اللواء، طبيعة جغرافية، طبيعة طبوغرافية معينة لشمال سيناء، طبيعة اجتماعية وأسرية خاصة أيضا بهذه المناطق، مواطنون مصريون لكن ظروف اجتماعية معينة، انغماس ضباط وزارة الداخلية والأفراد المشتغلين في العمل الأمني داخل هذا المجتمع والتشرب بتقاليده وثقافاته والعمل بإطار محدد ومحكم حتى يتسنى التعامل بهذه الدرجة من الدقة، كيف أسهم في الوصول إلى مستويات كفاءة أمنية بهذه الدرجة؟ اولا من طبيعه العمل الامني ان هو بيتفاعل مع كل العناصر الاجتماعيه الموجوده وكيف يتعامل مع تلك العوامل، ولذلك ان دقه العمل الامني ان احنا بنحدد العناصر اللي هي متداخله في العناصر في المجتمع بتاعها بنحددها بالتحديد ونصيبها بالتحديد حتى لا نصيب ابرياء في هذا الموضوع، وهذا هو قوه الاداء الامني في تحديد الهدف وكيفية التعامل مع الهدف دون إحداث آثار جانبية وإصابة أبرياء. هو ده قوة العمل الأمني، إن هم بيبقوا حافظين الطبيعة الجغرافية، كيفية التعامل مع هذه الطبيعة، كيفية التعامل مع هذه العناصر الشرسة، كيف تقوم هذه العناصر بالتمويه اللي هم متصورين إن إحنا مش عارفينه، لكن إحنا أصبحنا بفضل الله عندنا ضباط مدربين على كل هذه الظروف المواتية طبقا للطبيعة الجغرافية وطبقا للظروف المناخية وطبقا للظروف الاجتماعية التي تعيش بها تلك المنطقة، والتعامل بدقة في إصابة الهدف، لأن إحنا عندنا كل من تطاول على أبناء الوطن لابد من عودة الحق لأصحابه مرة أخرى مهما طال الزمن. سيادة اللواء، حضرتك أشرت وفي مناسبات عدة يتم التعامل مع قضية المعلومة باعتبارها هي الأكسجين المغذي لأي جهاز أمني حتى يستطيع التعامل مع بعض التطورات أو القضايا وعلى رأسها القضايا أو التطورات الأمنية من هذا النوع. مصادر هذه المعلومة حتى تكون موثوقة منقحة مفلترة حتى آخر درجة، وبالتالي يمكن التعامل على أساسها. طبعا هو المعلومة هي أساس المأمورية أساسا، لأن زي ما قلت حضرتك في البداية
أن الشرطة الجاهزة الأمنية سواء كانت في القوات المسلحة أو الشرطة أصبحت لديها من المعلومات والتقنيات التي تتعامل مع كل المعلومات بكل دقة من خلال المصادر صادرها المتنوعة وتحليل الأحداث وربط الأحداث بعضها ببعض للوصول إلى الهدف المنشود. فدي أصبحت خبرة عندنا في كيفية التعامل مع تلك العناصر وكيفية التفكير بتاعها وكيفية التعامل معها بقوة، بالرغم ان هم مدربين على كل شيء وحافظين ضروب المنطقة، الا ان ضباطنا اصبحوا من اللجة الطولة في تلك العمليات مهما كانت خطورتها وشرستها، لان اصبحنا عندنا الضباط عندهم عقيدة لعقيدة ايمانية ان حب الوطن ولا بد من القضاء على تلك الفئة القاسمة. وبرضك عاوز اوضح للسادة المشاهدين ان احنا في جهاز الشرطي ان احنا ما عندناش قضية بتغلق الا لما يتم ضبط مرتكبيها وضبط الادوات المستخدمة في الحادث وضبط كل ما هو مخالف. يعني مش معنى ان قضية ارتكبت سنة 2017 ان احنا نسيناها، لا، احنا عندنا لا ننسى حق اي مواطن ارتكب في حقه جريمة الا ويتم ضبطه، وهذا قوة العمل الامني ان احنا ما عندنا لا نغلق ملف قضية لم يتم ضبط مرتكبيه والأدوات المستخدمة. سيادة اللواء، المتتبع لتطورات الوضع الأمني في شمال سيناء على مدار السنوات الست أو السبع الأخيرة يدرك حجم تطور ملحوظ وكبير ومعدل استقرار أقرب إلى الاستقرار والوضع الطبيعي الذي تعيشه سيناء ويعيشه شمال سيناء على وجه الخصوص. ما هي طبيعة الجهود أو التطورات التي عكفت عليها أجهزة وزارة الداخلية حتى يتحول الأمر إلى هذا المستوى؟ أولاً سيادة وزارة الداخلية بتتحرك من خلال استراتيجية الدولة في هذا المضمار، لأن الدولة أساساً دلوقتي بتحاول أن هي تربط سيناء بالوادي من خلال الأنفاق التي تم استحداثها حديثاً في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بحيث أن يتم ربط لأن التي إحنا عندنا الدولة من ضمن جهودها اللي هي محاربة الإرهاب بالتنمية، فلا بد ان احنا بننمي تلك بننمي سيناء تنميه كامله اقتصاديه وتنميه اجتماعيه وثقافيه، بحيث تكون تنضم الى الوادي الخصيب بتاعنا. فكل هذه الظروف بتخلي المناخ الامني جيد، لان النهارده الناس لما بتكون بتعمر وبتشتغل ومقيمه بيكون السيطرة على المكان أفضل، وعدم وجود عناصر إرهابية متواجدة نتيجة تواجد العناصر الصالحة التي يمكن أن هي تنبذ تلك العناصر. فالمناخ الأمني بيعمل، بالإضافة إلى المواجهة الأمنية قائمة بكل قوة وشدة، بالإضافة إلى قيام الدولة إلى تعمير سيناء بالكامل بحيث ان هي تفضل تعتبر جزء من الوادي وتعتبر ده الشق الاقتصادي والتنموي اللي تقوم به الدوله مهم جدا في محاربه الارهاب. نعم، حضرتك اصريت على الاشاره الى الجزء التنموي باعتباره الجزء الاساسي من مقاربه شامله مرتبطه بالقضاء على الارهاب ومكافحه الجرائم. اللواء أسامة طويل مساعد وزير الداخليه الاسبق انضمن الينا عبر الهاتف على الهواء مباشره. عفوا، انا اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا يا فندم. نقاشنا الرئيسي الختامي في هذه الحلقة سيكون مرتبط بالوضع في الجزائر، وتحديدا حالة الغضب التي بدأت تتسع دائرتها فيما يخص منظمة رشاد المنبثقة عن التنظيم الدولي لجماعة الإخواني هناك. سيكون معنا الآن عبر سكايب الأستاذ محمد مصطفى، الكاتب الصحفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا الحديث يبزغ في هذه الآونة وبشكل يبدو مفاجئ فيما يخص حركة رشاد لمحاولة تصنيفها جماعة أو حركة إرهابية؟ نعم، تحياتي لك يا أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. بداية، بطبيعة الحال نحن نعلم أن الجزائر مقبلة على استحقاقات انتخابية بالغة الأهمية بتأتي في أعقاب الحراك الشعبي اللي شهدته البلاد على مدار أشهر طويلة واللي تجدد مؤخرا في انتخابات تشريعية المفروض تجري 12 يونيو، وبالتالي من المتصور أن تشهد الساحة الجزائرية تحركات من جانب كل الأطراف في محاولة لجني ثمار ما تم خلال الفترة الماضية للفوز بالأغلبية البرلمانية. نحن نعلم أن الدستور الجزائري قد تم تعديله بشكل يجعل الحكومة الجزائرية المقبلة هي الممثلة بالأغلبية في البرلمان القادم.
وبالتالي هناك ضغوطات كثيرة في الداخل الجزائري، وهذه الضغوطات بتتوازى أو بتتفاعل مع محاولات أطراف دولية وإقليمية السيطرة على مستقبل الجزائر وعلى شكل السلطة السياسية في البلاد في الفترة القادمة. الخلاف السياسي سيصدر ليكون شعبيا حتى يحسم عبر صناديق الاقتراع، ولا الأمر مرتبط ببعض المحددات الأمنية والخشية على أمن الجزائر في المرحلة المقبلة؟ كل طرف من الأطراف المتصارعة سياسيا والصراع يعني بيأخذ أشكال عديدة أعماقها تحت الرماد ولم يظهر بعد، لكن الهدف النهائي الثمرة النهائية هي الفوز بالانتخابات. وخلي بال حضرتك أن الانتخابات الجزائرية والوضع في الجزائر كله لا يمكن التعامل أو النظر إليه بمعزل عن التطورات في شمال أفريقيا. نحن نعلم أن ليبيا مقبلة على انتخابات مهمة في نهاية العام، وبالتالي المسار السياسي في ليبيا يبدو أنه اقترب من الحسم. والوضع في تونس كما نعلم جميعا التطورات الجارية فيه. في تقديري الشخصي أن هناك محاولات خارجية لتسخين الوضع في الجزائر بالتوازي مع إتمام الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، يعني يخلصوا من الملف الليبي ويحاولوا يفتحوا الملف الجزائري بقدر كبير من العنف. ولذلك كان تدخل مؤسسات الدولة الجزائرية ويعني إظهار أو مواجهة ورقة حركة رشاد في هذا التوقيت بالغة الأهمية، خصوصا في ضوء التقارير الاستخبارية اللي أكدت عقد لقاءات بين قيادات هذه الحركة وعناصر مخابرات دولة أجنبية غير عربية على اتصال بدولة عربية وفق ما ذكره الخبراء الأمنيون الجزائريون. هذه الاتصالات الاستخبارية واضح جدا من المعلقين السياسيين والأمنيين وحتى من القيادات الأمنية الحالية في الجزائر أن الهدف منها هو إحكام السيطرة على أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة، وبالتالي تشكيل الحكومة والتحرك من هذا التمركز الجديد لتغيير شكل السلطة بالكامل في الجزائر. سيكون الأمر يعني مرتبط بتصاعد الأحداث وضبط مستوى التطورات إذا جاز التعبير قبل الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط منضم إلينا عبر سكايب، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، غدا بإذن الله حلقة جديدة من الحقيقة ستكون معكم فيها آية عبد الرحمن. في أمان الله.